الاقتحام؟ والله ابتداء يعني لابد أن نعرج على قوة الردع الخاصة، وحتى يفهم المشاهد يعني ما الذي نريد في هذه التغطية أن نصل إليه. قوة الردع الخاصة قوة يعني وجدت أو وجدت في بداية يعني تقريبا بعد التحرير مباشرة، وهي من أسندت لنفسها وأخذت على عهدها محاربة الإجرام والمجرمين. نعم. ويعني نقولها وببلء الفم أن لولا بعد الله عز وجل الشباب القائمين على قوة الردع وأخذوا على عاتقهم محاربة المجرمين ومحاربة تجار المخدرات وغيرها من قضايا الإجرامية، وكانوا مساهمين جدا في استتباب الأمن في طرابلس بالعموم، وجهودهم واضحة وأصبحت لهم ثقة ووزن عند الناس، مع قلة يعني أتكلم في بداية من بداياتي مع قلة دعم الحكومات السابقة لهم. نعم. بل إن بعض الحكومات مثل حكومة زيدان كانت تحاربهم ولا تريد أن تسند إليهم أي شيء من مهام استتباب الأمن في البلاد، بل إن كانت تحاربهم في كون أنهم يحاربون تجار المخدرات وإلى آخره.